تأثيري للمعاني أغلى من اللي بعزني ما بنسى اللي رباني مشيت بطريقة رابطيني وشوك وأنا حافي مشيت هاد الطريق لحالي أنا وإخواني النغزة قلب طول الطريق تمنعني من الوصول نغزة خلبني أفكر رح أوصل ولو مشلوق تخلص من المطب بتفاجأ بالتاني مطب بحاول أوصل فكرة بحكولي شد أربع سنين من حياتي اشتغلت كله بمخسر حتى وصلت لمرحلة من حوادث عم بتذكر كل مصيبة كل فضيحة من الحياة عمالي بتعثر كل درجة مكسورة بحطوا حشد الاحتلال لما تيجي تتجوز أول سؤال عن الأموال طب تعالوا نحسبها ونشوف المشكلة من وين بيجي الواحد بنفخ بحكي وبسألك انت مين بس حلو انه الزمن بدور وبين مين لمين بتمرق على الخد مصدرها من وين بتطلع من القلب حاول يشوشوك حتى تنطم حتى لو نسيوك امسك حالك ما تنجن بفكري انا سارع فكر خطوة خطوة بس طلع حظي بالدنيا رايح موت شوي شوي برجع قصتي بالزمان باللحظة كنت عايش فيه بملجأ هو واحد الاماكن اللي خالي من اي مبدأ مبدأ الحرية وحب الاستقرار مبدأ التسامح والجمع بالقرار كنت بدور على شريك نتعلم سوا ونعتبر غلط بحق اكيد بدي اروح له حتى اعتذر قبول الاعتذاري حفظ لي كل اسراري وجهة نظر مختلفة بالاخر بدي اعمل لي براسي لانه احنا اصلا هيك شعب ماشي على خاطره بنظره هو صح والكل خاص بذاته أغلى من اللي بعزني ما بنسى اللي رباني مشيت بطريقة رابطيني وشوك وأنا حافي مشيت هاد الطريق لحالي أنا وإخواني النغزة قلب طول الطريق تمنعني من الوصول نغزة خلبني أفكر رح أوصل ولو مشلول خلص من مطب بتفاجأ بالتاني مطب بحاول أوصل فكرة بحكولي شغل